نرجع تاني للوداد، وانت كنت بتتكلم ان الوداد عنده يعني ده كان مع تقريبا اخر 8 مباريات في الدوري كان مدير فني جديد، يعني بالظبط يعني كل الفتره اللي فاتت كانوا مدير فني وكانوا مع جاريدو بالظبط. ويعني الحقيقه جاريدو جه في الفتره الاخيره له مع الوداد فقد السيطره شويه على اللاعبين، وده عمل مشاكل له جوه النادي فنيه، وكذلك رئيس النادي حس انه خلاص فقد السيطره فاضطر ان هو يغير. بمعنى ايه فقد السيطره؟ يعني مثلا اخر مباراه لجاريدو كانت ديربي، اعتقد كان الجيش الملكي وكان الوداد. الوداد محتاج يحسم المباراه عشان كان بينافس على الدوري، وخسر الدوري في اخر مباراه. اخر دقيقه بالظبط. فساعتها كان الوداد متقدم بهدف، والحارس الاساسي اللي كان بيلعب المباراه تعرض لاصابه، فجاريدو قال له هتخرج هخرجك، فاللعيب قال له لا، حارس المرمى قال له لا مش هخش خير، وما خرجش. في اخر دقيقه تقريبا، في اخر 5 دقائق دخل فيه جون وتخلص 1-1، فعطلوا عن المنافسه. من هنا بان انه جاريدو فقد السيطره على لعيبه الوداد وعلى تشكيل الوداد اصلا وعلى غرفه خلع الملابس. ومن هنا كان قرار سعيد النصيري رئيس نادي الوداد بالتغيير وانه يستعين بجاموندي. يمكن ميجيل انخيل جاموندي هو مدرب، بس هو كان يعني احنا عارفين اللوائح هناك في المغرب بالزبط. بتقول ان ما فيش مدرب يمسك فرقتين في موسم واحد. فعلا موسم واحد هو كان موجود قبل كده فعلا مع ازاي، هو كان موجود مدير فني لحسنيه اغادير، نادي حسنيه اغادير، ثم تعاقد معاه سعيد النصيري على اعتبار انه تكنيكال دايركتور ل يعني مدير رياضي لنادي الوداد، علشان يبقى جاهز في اي وقت ان هقول لك تعالى تشتغل. فالحقيقه يعني هو نوع من التحايل على اللوائح في البطوله المغربيه،